اولا نيمي جمال يعني معانا بتتفرج على الماتش بره الاستوديو وقاعده على اعصابها جدا. وانا بشكرها قبل ما ارحب بيها لانها قبلت انها تيجي وعارفه انه الناس كلها بتتفرج، بس هي كمان جايه معانا وقالت لي والله لو مصر فازت هزغرط هزغرط. ميمي جمال منوراني في التاسعه. ربنا يخليك يا حبيبتي بجد، والله 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 انا قاعده واقول يا رب نفسي ادخل والجون يجي جون عشان ازغرط. وبعدين بصي الفال اول ما حطينا الكليب بتاع ميمي جمال قالت ايه؟ هو فرح العمده هيبقى فرح العمده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.